السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنعمل ديكور 3D ثلاثي الأبعاد، ديكور سهل جدا التنفيذ وممكن أي حد ينفذه. طبعا اللي أول مرة يشوفنا ما ينساش يدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. قبل ما أبدأ يا جماعة هنشرح طريقة عمل الاسطمبة دي الأول، بعد كده نخش على الديكور. نبدأ على بركة الله، تابعوا معانا. زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات بنشرح الاول على الورقه، بعد كده نصمم الديكور على كرتونه. نبدا على بركه الله. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه هنجيب غطا جردل بالشكل ده يا شباب، ونعمل دوران بالشكل ده. هنعمل دوران كده من على اليمين بالشكل ده كده يا شباب، تمام كده يا حضرات. بعد كده يا حضرات هنعمل دوران تاني مع الشمال بالشكل ده كده يا شباب، بالمنظر ده كده. تمام. بعد كده هنجيب غطا جردل صغير بالشكل ده يا شباب، ونعمل دوران برضك من الداخل بالشكل ده. بالشكل كده حضرات، تمام؟ ونعمل دوران تاني من على الشمال بالشكل ده. مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة. الديكور جميل وسهل ما فيهوش أي صعوبة يا حضرات. تمام؟ بعد كده هنعمل دوران بالشكل ده تاني من الداخل بالشكل كده يا حضرات. بالمنظر ده حضرات، ودوران تاني بالمنظر ده كده. تمام كده يا حضرات. بعد كده هنعمل دوران بالشكل ده كده يا شباب. تمام كده يا حضرات. بعد كده هنعمل دوران تاني كده. بالمنظر ده كده حضرات، ونعمل دوران تاني بالشكل كده حضرات. تمام. ونعمل دوران تاني بالشكل ده. تمام كده يا حضرات. زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات ده شكل الاسطمبه بعد ما قصتها وفرغتها. نبدا على بركه الله الديكور، تابعوا معانا. زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات ده شكل الاسطمبه، طبعا انا لزقتها باللزق التيب عشان اعرف ايه اتحكم ورش براحتي. تمام. هنبدا الرش رشه بسيطه كده بالشكل ده كده يا شباب. تمام يا حضرات، دي اول خطوه. زي ما حضراتكم شايفين كده يا حضرات هنجيب واحده جنب واحده بالشكل كده يا شباب، هيبقى كله نفس النظام.
طبعا بالنسبة للديكور في كذا طريقة للديكور، طبعا انا بوريك الافكار وانت تبدع فيها وتختار اي طريقة تناسبك، تمام؟ طبعا الطريقة اللي بعد كده يا جماعة في طريقة تانية بالشكل كده، نحط اسطمبة تحت اسطمبة بالشكل ده، تمام؟ واحدة تحت واحدة وهكذا، تمام؟ او ممكن تعمل ستاير، او ممكن تعمل مربعات، او ممكن تعمل سمبوكسات، او ممكن تعمل مكعبات، طبعا بوريك الافكار وممكن تبدأ انت فيها، تمام؟ تختار اي طريقة تناسبك. تمام يا جماعة، الديكور بتاعنا بعد كده هنبدأ هنجيب الاسطمبة بتاعتنا دي تحت دي بالظبط بالشكل ده كده يا شباب، بالمنظر ده. تمام يا حضرات، ده الديكور بتاعنا هيبقى كله نفس النظام، نبدأ على بركة الله. تمام، زي ما حضراتكم شايفين حضرتك، تم بفضل الله والحمد لله الديكور جميل جدا وشيك وراك يا جماعه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد ان شاء الله.